الشباب بالمحاضرة السابقة احنا ذكرنا على الأثر يعني في البرويشن، بس المشكلة شنو كان يعني الله صار وصليكم الجزء اللي بيه التخطيط كان قليل بيها، بس هسه أني طبعا زيدتكم بالتخطيط فردت لمو عربيكم الأثر فبرويشن بالتوالف اي سي دي شلون يصير. فهنا هسه بعدي شوية اعطيكم يعني شوية تذكرة اذكركم بالاترا فبريليشن، وبراح تشوفون عندنا اكو تخاطيط هواية تحكي على الاترا فبريليشن حتى نناقش ان شاء الله بعض الشباب. بس الاترا فبريليشن مثل ما انتم تعرفون هو يصير طبعا ينتج من نتيجة عندنا an increase irritable of all cardiac cells in atria because of increase atrial irritable many sites within the atria a time to initiate it for the electrical impulses. بعد يعني بعد impulses هواية فوقت كل هذه الفوز قاعدة تنبض تسوي initiated for the electrical أمالسز ده سوي زين. فدول طبعا المني أمالسز اللي ده تصير هاي انيشيتد هذا الفوكس المني اللي صايره بالالكتريكا واللي قاعده تعطي أمالسز هوايه. فالاتريال از نوت كومبليت ديبولاريزيشن ويتش أمالسز. فالاتريال does not contracted يعني هنا يعني اذا صارت امباصز هوايه فحتى الاتريال ما يقدر انه يتقلص ما يقدر يقول. فشو صار بي ده صار only for filtering movement يعني في breaking wave يعني فقط رجفة ده صار بي ان هذا breaking انه ايش حيظهر حيظهرين طبعا بالاي سي جي اللي احنا حنشوفه بالاي سي جي. فحنشوف بس هنا يعني نشوف ايضا بس هذا ان اللاين اوف ذا سكرين شوف طبعا يعني مش حنشوف الري ويف حتختفي نوت اور نو ترو ويف اور ذا دي ويف. يعني هنا يعني نشوف ان الارجولا انترفل بانه ماكو بيريف موجودة. نشوف طبعا انه الارجولا انترفل وان الكتريكال امبلسز از كونتكتد ثرو ذا اي في جنكشن and ventricular resulting in ventricular depolarization. في ال QRS احتمال شو نشوفه normal ال duration مالتها حدود 0.12 إلى 0.20. بس ال RR تصير interval R regular وهذا طبعا احنا فسرناها لأنه تيجي موجات هواية يعني المواصل تصير من شيء اللي تيجي من الاتريوم إذا أي فينود اللي تيجي طبعا مواصل هواية بحدود من 350 إلى 500 الكتريكال مواصل بير منت عند الفنتريكال هارت ريت زيرو ويذن ذا نورمال لأنها لما تيجي بالإيفينور تعرفون يصير ديدي فيها ويصير فما حاقولها ترسل إلى الإي في ما ترسل كلها إلى البنتركال لهذا السبب البنتركال لهذا السبب إنه البنتركال قد يكون بحدود 60 إلى 100 إلكتريكال امبلسز فور ريثم.
يقول this arrhythmia is done as control atrial atrial fibrillation atrial fibrillation يعني يصير عندنا الريت مالتر الانتركال ريت is less than 60 فشي نسمي atrial fibrillation with slow ventricular response يعني مثلا هذا الستريب اذا احنا طبعا عرفنا انه واحدة ان الكاركترستيك ما في الاتريال فبريجيشن هو تجي شنو يجي ان الارجيولار رسم فبهاي الحالة احنا حقين نحسب الارتريت لازم نحسبه بطريقة 6 سكند فاذا احنا شفنا الارتريت اقل من 60 امبلسز بير مينيت فشو يسمى هذا الاتريال فبريجيشن atrial fibrillation with slow ventricular response. إذا شفنا بالعكس إذا شفنا إنه الventricular rate بحدود 101 إلى 150 بهذه الحالة وبهذه الحالة شو يسمى atrial fibrillation يسمى atrial fibrillation with rapid ventricular response. إذا شفنا عندنا الاتريال atrial fibrillation with ventricular rate is greater than 150 شو يسمى uncontrolled atrial fibrillation طبعا هذه الرتمية هي تعتبر is not considered lethal لان يقدر الانسان لم يتعايش يتخلو تحت المراقبة فإلا اذا صارت طبعا اذا صار irritable بالمايوكارديوم فإنه يجب أنه يتعالج مع new occurrence of atrial fibrillation is frequently treated because يعني إذا صار واحد عنده new atrial fibrillation فليس يتعالج ليش لأن هذه السبب قد إذا بقائها أنه يمكن أن يسبب irritable within the atrial وبالتالي تؤدي إلى حدود more serious dysarrhythmia. The treatment طبعا يعتمد على مدى تحمل depend on the patient's tolerance على تحمل لهذا الرسم الاضطرابات وعلى السنسيتم اللي تظهر يعني انه for example يقول patient with atrial fibrillation and ventricular response often of 50 impulses per minute with style stable vital signs may be not required for the treatment. في حين إذا كان يعني هذا إذا كان المريض هو stable يمكن ما يحتاج إلى treatment رغم عنده atrial fibrillation ورغم عنده الهارت ريت واصل مالته 50 مبصص بيرمنت بس ما يحتاج إذا هو كان stable يقدر إنه يتحمل هذا الرتم فما يحتاج إلى تريتمنت لكن إذا كان هذا المريض أبو الاتريال الاتريال فبريليشن أو عنده صحيح الانتريكال رسموز عنده الهارت ريت مالته 50 مباصز بير منت بس هذا آن ستيبل وهذا الحالة هذا رأسا إنه يحتاج إلى علاج الآن ستيبل يمكن قد يصاحب عندنا مو بالكارديك أوتبوت قد يكون الإنسان وياها فيل ساينوتيك لانسكين شورتنس أوف بريث ويكنس ديسنس جيسلين أرسموسي هاي السيبتوم هي تعتمد كلها يعني سيبتوم very depend on the cause of the atrial fibrillation the ventricular response and the cardiac output and the patient tolerance of the dysarrhythmia. طبعا هذه هي نوع من control atrial fibrillation ventricular rate بعد عندي fibrillation بس الventricular rate يكون بالحدود الطبيعية هذا إذا كان stable المريض ما يتعالج نورمال for the treatment. بعد يعني هسه atrial fibrillation with rapid ventricular response. هذا طبعا يتعالج إذا رابد احتمال يصير irritable
الأسر يعالجوا. وطبعا من العلاج بديش المحاضرة احنا ذكرنا انواع عليها اللي هو اللي هو طبعا البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر والديجيتال، فذكرنا عليها هواية، وحتى البي سي هم يسمون، فشرحنا عليها هواية يمكن ان تطلعون على العلاج. شباب ديش المحاضرة ما طلعت لكم الاي سي جيات كاملة، فهنا جبت لكم هذا اي سي جي شباب، هذا على الاتريا فبريليش، اريدكم تقولوا لي ايش قد الهارت ريت وشنو الاكشن مالت الاتريا هنا، وشنو الاكشن مالت الفنتريكا تحكوا لنا عليها، واريد نشوف الهارت ريت والكيو ار اس ايش قد الديوريشن مالتها، وشوفوا البي ويف موجوده او ما موجوده، او شوفوا البي ار يمكن موجود او مو موجود، وشوفوا واحكينا على الاتريال اكشن والفنتركال اكشن. هذا طبعا الاي سي جي اخر، هم ايضا اي اف، واريدكم ايضا تحكون لي شنو الاتريال اكشن شنو يمثله، والفنتركال اكشن شنو يمثله، وتحكون لي شنو الاشياء الفيزيولوجيه لكل وحده من عندها، وتحكوا لنا طبعا تكتبوا لنا ايش قد الهارت ريت مالته، ايش قد البي ار انترفال، ايش قد الكيو ار اس انترفال.